السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاريخ اليوم 3/12/2021، خطبة الشيخ سالم بن سعد طويل حفظه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله جل وعلا، فتقوى الله تبارك وتعالى وصية الله جل وعلا لعباده من الأولين والآخرين. قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودع: فأوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فاتقوا الله بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، لقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال جل وعلا: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ استفهام استنكاري للتقرير، والجواب عليه بلى، الله جل وعلا أحكم الحاكمين، الله جل وعلا أحكم الحاكمين، الله جل وعلا هو الحكيم، وله الحكم وحكمته بالغة لا نهاية لها. فالله جل وعلا حكمته في القدر والشرع، فما خلق الله جل وعلا وما قدر تقديرا إلا لحكمة، علمنا منها ما علمنا وجهلنا منها ما جهلنا، وما شرع تشريعا إلا لحكمة، فهو جل وعلا أحكم الحاكمين، وهو الحكيم سبحانه وتعالى. خلق الجن والإنس لحكمة عظيمة وهي عبادته، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلق الموت والحياة لحكمة، فقال جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق لحكمة، أراد أن يرحم عباده بذلك، فقال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبتلي عباده بالشر والخير فتنة، وذلك لحكمة، فقال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبتلي عبده حتى يلجأ إليه، حتى يقول يا رب، حتى يتوب وحتى ينوب، فقال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال جل وعلا: ولنذيقنهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، أي كي يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لعلهم يرجعون، أي كي يرجع العبد إلى ربه تبارك وتعالى. فكم من ضال وكم من لاه وساه، ثم إذا ابتلاه الله عز وجل بالبلاء عرف أن له ربا ينقذه مما هو فيه ويخلصه مما هو فيه، فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء شكر فكان خيرا له. فالله جل وعلا أحكم الحاكمين. لا يخفى عليك يا عبد الله أن الله جل وعلا أحكم الحاكمين، وهو الحكيم الذي يضع الأمور في نصابها، وهو ذو حكم سبحانه وتعالى، والله يحكم لا معقب لحكمه، والله يحكم لا معقب لحكمه. هذا خبر بمعنى الإنشاء، أي فلا تتعقب على حكم الله عز وجل. من أنت يا عبد الله ومن غيرك حتى يستدرك على الله عز وجل؟ إذا حكم الله حكما فلا حق لأحد أن يعقب على الله جل وعلا، والله يحكم ولا لا معقب لحكمه. قال جل وعلا: إن الحكم إلا لله. الحكم لله عز وجل في أموره القدرية، الخلق ما خلق وما سوى، وفي أموره الشرعية. لا يجوز إنسان أن يقول لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يجوز إنسان يقول لماذا شرع الله التعدد، ولا يجوز الإنسان يقول لماذا يخرج الإنسان الريح من دبره فيتوضأ ويمسح رأسه، ولا يقول لماذا هذه جهرية من الصلاة وهذه سرية، ولا يقول لماذا حرم الله كذا وأباح كذا. إن ظهرت لك حكمة أو بينها الرسول صلى الله عليه وسلم فبها ونعمة، وإن لم يظهر لك فليس أمامك إلا أن تقول سمعت وأطعت عند أحكام الله الشرعية. قال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وأما الأمور القدرية فليس للعبد إلا أن يسلم لله عز وجل تسليما تاما، لأنه ضعيف والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلذلك الملائكة الكرام البررة قالوا لله عز وجل: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال الله عز وجل: إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون. فالله جل وعلا عالم الغيب والشهادة، علام الغيوب، لا تخفى عليه خافية، يخلق ويرزق ويرفع ويخفض ويعطي ويمنع، يجعل من شاء الله جل وعلا عقيما، كل ذلك الحكمة. قال جل وعلا: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكران وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. الله جل وعلا حكيم في جميع ما أمر، أمرا كونيا أو أمرا شرعيا. غير أن بعض الناس يريد أن يعرف حكمة الله عز وجل في كل شيء، بل بعضهم يقول: إما أن أقتنع لما أمر الله بكذا ولما نهى عن كذا، وإلا لا أمتثل أمر الله عز وجل. هذا الجاهل لأمر الله عز وجل ظن أن الله عز وجل بحاجة إليه. كلا والذي لا إله إلا هو. قال جل وعلا: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. قال جل وعلا: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فالله عز وجل غني عن عباده، إنما يبتلي العباد بالأوامر الشرعية، ويبتلي العباد بالأوامر القدرية، فيصبر من يصبر ويمتثل من يمتثل. فإن أحسنت يا عبد الله فلنفسك، وإن أسأت فعليها. من أراد أن يعرف حكمة الله في كل شيء فإنه يريد أن يكون مثل الله عز وجل. ذلك الله وحده الذي يعلم حكمته في كل شيء، الله جل وعلا وحده الذي يعلم حكمة نفسه في كل شيء، فيما خلق وفيما شرع. فمن أراد أن ينصب نفسه لأن يعلم حكمة الله لما خلق ولما أمر ولما نهى ولما حرم، معنى هذا يريد أن يكون مثل الله عز وجل. والله يقول: ليس كمثله شيء. الملائكة ما علموا حكمة كل شيء، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم حكمة كل شيء، ذلك الله جل وعلا وحده الذي يعلم الحكمة في كل شيء. قال جل وعلا: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ثق يا عبد الله بالله عز وجل أنه ما قدر لك إلا لحكمة، وما قدر عليك إلا لحكمة، وما أعطاك إلا لحكمة، وما منعك إلا لحكمة. لكن كما قال جل وعلا: والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
حتى قال الله جل وعلا في كتابه: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إلا ما كتب الله لنا، ولم يقل إلا ما كتب الله علينا، لأن الله يكتب الخير وقد لا تراه حاضرا ولكن يكون في المستقبل في المآل، فيقضي الله عز وجل ما شاء. قال جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا في الأوامر القدرية والأوامر الشرعية، قد يقدر الله عز وجل عليك شيئا فلا تعلم الحكمة في ذلك، فليس أمامك إلا أن تسلم تسليما لقضاء الله جل وعلا. فإن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، فتؤمن بالقدر خيره وشره، لك أو عليك، أعطاك أو منعك، رفعك أو خفضك، منعك من شيء، أعطاك شيء، أخذ منك شيء. فقل الله جل وعلا أرحم بعبده من الأم بولدها، هو أرحم الراحمين وهو خير الراحمين، ورحمته سبقت غضبه، ورحمته غلبت غضبه، ولله جل وعلا رحمات، والله جل وعلا حكيم في كل شيء. فإذا جهلت شيئا بل تجهل أشياء، ليس أمامك إلا أن تسلم تسليما عند القضاء والقدر وعند الشرع. قدر عليك قل الحمد لله، مصيبة قل إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، أمرك أمرا شرعيا قل سمعت وأطعت، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، والله يقبل من عباده القليل ويجازي على ذلك الكثير. لا تقل كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا، بل قل: سمعنا وأطعنا، ثم استغفر الله عز وجل على التقصير. فقال جل وعلا في وصف عباده المؤمنين أنهم قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. نستغفر الله عز وجل عما يحدث من قصور في امتثال المأمور أو وقوع في المحظور، أما أن تقول لا ولماذا وكيف وش معنى هذا ولماذا كذا ولماذا لم يكن كذا ولما حرم كذا، هذا ليس شأن المؤمن. إنما كان قول المؤمنين إذا دعي الله ورسوله أن يحكم يقول: سمعنا وأطعنا. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم، يتخير أفعل أو لا أفعل. كلا، شأن المؤمن أن يقول: سمعت وأطع، حتى لو عجز عن القيام بذلك فإن الله عز وجل يغفر التقصير ويغفر الخطأ والنسيان، أما الاعتراض فهذا ليس شأن المؤمنين. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالله عز وجل منزه عن جميع النقائص والعيوب والآفات، نزه نفسه جل وعلا، وهذا معنى التسبيح. فلا يمكن يخلق الله جل وعلا شيئا عبثا، ما يخلق عبثا ولا يخلق باطلا ولا يخلق لعبا سبحانه وتعالى. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قد نجهل ونجهل كثيرا، لكن أن نشك بالله عز وجل أنه خلق عبثا أو قدر عبثا أو أمر عبثا أو نهى عبثا، فهذا ما يجب علينا أن ننزه الله عنه سبحانه وتعالى. لا يخلق عبثا ولا يخلق لعبا ولا يخلق باطلا، كما أنه لا يأمر ولا ينهى عبثا ولا باطلا، وإنما يأمر بالحق سبحانه وتعالى. هذا الذي يجب علينا أن نؤمن به. علمنا ما علمنا وجهلنا ما جهلنا، لا بأس أن نبحث عن حكمة الله عز وجل في خلق كذا أو في الأمر بكذا، نبحث، فإن وجدنا حكمة قد نص الله عز وجل عليها أو رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أنه فعل كذا وكذا من أجل كذا وكذا، كما أنه قال جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة، بيّن لنا لماذا، قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
فخلق الله عز وجل الموت والحياة، وأرسل الشياطين، وخلق الإنس والجن والملائكة، وخلق المسلم والكافر، كل ذلك لحكمة منه سبحانه وتعالى للاختبار والابتلاء. لو لم يخلق الشياطين شياطين الجن والإنس لما حصل الاختبار الذي قدره الله عز وجل على عباده، فقال ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ بدون اختبار بدون افتتان ما في، لابد أن تختبر يا عبد الله، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ولن يكون هذا الاختبار إلا أن يخلق الله الشياطين والمغريات والشهوات والكفار والظلمة، فيسلط من على من شاء جل وعلا اختبارا وابتلاء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، حتى الأنبياء جعل الله لهم مجرمين يعادونهم حتى يختبرهم سبحانه وتعالى. وما لم ندرك الحكمة منه فليس أمامنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا عند أمر الله جل وعلا الشرعي، وأن نسلم لأمر الله القدري، فما نحن إلا عباد من عباد الله جل وعلا، ضعفاء لا نعلم ما قدر الله لنا ولماذا قدر الله لنا ولماذا قدر الله علينا، إلا أن نعلم بأن الله عز وجل أحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ونعلم بأن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وما ربك بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا. لا تظن بالله عز وجل سوءا، لا تظن بأن الله يظلم الكفار أو المجرمين أو النساء والأطفال أو العرب أو العجم أو الضعفاء، أو جعل أغنياء وضعفاء وفقراء وظالم ومظلوم ورجال ونساء وأغنياء، كل ذلك لحكم منه سبحانه وتعالى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قل يا عبد الله بلى، ربنا أحكم الحاكمين، علمنا ما علمنا وجهلنا ما جهلنا، ولنقل كما قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.